ان سبب اي خلافات دارت داخل جبهه الانقاذ، الاوضه مقفوله وانا قاعد براها اهو، اجزم لحضرتك مدام دكتور البرادعي جوه والسيد حمدين صباحي جوه لازم يحصل خلاف. هي الناس دي بتاعت كده، يعني الناس دي خلقت لتختلف، الناس دي خلقت عشان ما تكملش مشوار. يعني انا برضو عندي ازمه في شخص دكتور البرادعي، تمام؟ يعني له احترامه كدكتور، ولكن كسياسي هو سياسي فاشل، تمام؟ الراجل في اول مطب ساب البلد وهرب، في اول مطب ساب البلد تغرق، بعد ما كان شريك في بيان 3 يوليو، بعد ما كان المفروض عليه دور انه يصلح في وجهه النظر عند المجتمع الدولي، باع المصريين كلهم وجري قعد يناضل على تويتر بره. وانا عندي قناعه اللي عايز يقول لي انه مناضل للبلد دي يقف على ارضها ويبقى راجل، هيواجه عقوبه، يواجه، هيقول انا بناضل من اجل البلد دي، عشان بعد 100 سنه قدام يقول اصل انا تاريخي كذا، عشان بعد 20 سنه قدام يقول انا تاريخي كذا.